In her heart there lives a call to a longer haul, a dream that demands your all. It's their hardest, clearest choice when you hear its voice. Step up and stand tall. There's an old and simple code to learn as you go, a truth the wise come to. There's a path where there's a will, up the highest hill. Sing this anthem, keep the faith. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. Resilience and strength, gonna go the distance no matter the length. Gotta be what I am meant to be. Got a plan, got a purpose, got a destiny. Gonna be ready for anything that comes my way. No rain will ruin my parade. Gotta get good at getting up. When I get knocked down, that's my anthem. Turn up that sound. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. توني يا توني ما شاء الله عليك. شكرا. Thank you for hosting me today. Please have a seat. Okay. Hey, thank you so much for hosting me. شكرا. طبعا من وين نبلش؟ هاي الأغنية اللي كنا عم نسمعها من غناء توني ماميلو وفرقته الفلكلورية. بدنا نسلم على أليكس جوي اللي كانوا مع توني. هلا يعطيكم ألف عافية. يعني الكلمة الأغنية كلماتها I'm never gonna give up، أو يعني بحياتي ما راح أستسلم. وتوني أكثر حدا يعني مخول إنه يحكي ويغني هاي الكلمات، لأنه توني يعني ولد فاقد جزء من إيده الشمال، وما خلى هذا الإشي يوقفه، بالعكس علم حاله جيتار لحاله، وعم يعني عم بيستخدم زي أداة مصنوعة من جبس ولزاق مقوى قدر فيها إنه يلعب الجيتار. فهلا بدنا نحكي معه اكثر ونفهم قد ايه يعني كيف الواحد هيك رغم كل إشي بصير معه، اي عقبه بالطريق بوصل لحلمه. اذا توني، اول إشي بدي اسالك اياه، ليه قررت انك تصير يعني تلعب جيتار وتغني؟ Well, I just أنا عندي حب وشغف في كتابة الموسيقى وتأليفها، وآلة الجيتار كانت الآلة الأساسية اللي كنت عم بسمع لها في الأغاني اللي كانت مميزة بالنسبة لي، وإنه أكون قادر ألعب آلة الجيتار مهمة جدا كانت بالنسبة لي. أنا آسف للمترجم اللي فوق، دائما مرات الواحد بتحمس وبيدخل بالأسئلة، فيعطيك ألف عافية إذا سمعتيني. أول إشي حابب أحكي لك إياه قبل لا أسألك السؤال، بدي أحكي لك إنه أنت فعليا إنسان فخم ورائع ورهيب جدا، وابتسامتك والطاقة الإيجابية اللي دخلتها أنت والشباب تبعونك أو أصدقائك أعضاء الفرقة طاقة رهيبة جدا. سؤالي لك، أهلك عفوا أهلك شو كان ردة فعلهم وكيف دعموك، أو هل دعموك ولا لا بموضوع الموسيقى والكارير اللي أنت فيه هلا؟ أول ما روحت عند أهلي وحكيت لهم بدي أتعلم أعزف آلة الجيتار، حكيت لهم إنه سعر آلة الجيتار فقط $600. هم حكوا ما في طريقة نقدر نشتري هذا الجيتار، ورح تضطر أنت تشتغل عشان توفر المصاري الكافية عشان تشتريها. وظلهم يحفزوني ويسألوني قد إيه مدى حبك للجيتار. بعدين اشتغلت أنا شغلين ووفرت المال الكافي عشان أقدر أشتري الجيتار اللي كنت حابب أمتلكه. I'm sure it made you appreciate it even more. So I want to ask you. عربي حولي سويتش. انعجبت. أكيد هذا الإشي خلاك تقدر فكرة إنه الإشي اللي بدك تشتري الجيتار أكتر وأكتر. بس اللي بدي أسألك إياه هو بالعربي، يعني سؤال لازم ينسأل، كيف تغلبت على الإعاقة اللي عندك؟ كيف ما خليتها توقف بالطريق؟ well for the guitar بالنسبة للجيتار رحت على كل مكان في البيت وجمعت كل العدة اللي موجودة في البيت اللي ساعدتني إنه أبني هاي الطريقة. جمعت فيها لاصق، جمعت فيها كل العدة اللي لقيتها اللي رح تقدر تساعدني أعزف الجيتار، وبالآخر لقيت هاي الطريقة اللي هي استخدام لاصق قوي جدا اسمها غوريلا تيب، عشانها قوية مثل الغوريلا. بعدين أخذتني فترة 8 سنين عشان أقدر أضبط هاي الطريقة للعب الجيتار. رهيب رهيب أنت يا رجل. ليه بتحس إنه الموسيقى مهمة؟ بجولات مثل هيك في عندنا الفرصة إنه إحنا ننشر رسالتنا من خلال الموسيقى. الموسيقى بتساعدنا نعمل تبادل ثقافي، بتجسر الثقافات، بتخلينا نتواصل مع الناس من الشعوب المختلفة ونقدر نوصل لهم الرسالة اللي بنحملها اللي هي التغلب على الصعوبات مهما كانت التحديات، وعدم الوقوف والإصرار والمثابرة، وهي الرسالة عم نعطيها لكل العالم. أما آخر سؤال عندي أنا شخصياً هو، يعني زيارتك بالأردن كيف شايفها لهلا؟ شو عم تعمل؟ شو عملت؟ شو خططك بالأردن لقدام؟ زيارتنا كانت حافلة وحلوة جدا. لفينا كل عمان، أيوة عليك، أكلنا أكل عمان وجربنا المنسف. أكلت بإيدك؟ I did not eat it with my hand, but I'm going to have to try it again. أكيد. بس راح أجرب كم مرة وأكل بإيدي. الناس والشعب والحفلات الغنائية اللي عملناها واشتغلنا مع الشباب كان رائع جدا. رهيب. طيب إيش في نشاطات ضلت بعمان أو بالأردن؟ وين راح تروحوا؟ وين راح تغنوا؟ بكرة رح عنا حفلة غنائية في أرابيلا مول، ويوم السبت في مركز دهاء الثقافي لسه برنامجنا حافل. كمان رح نحاول نروح نشوف فترة إذا كان عنا الوقت. توني كمان مرة برجع وبعيد، يعني هي بجوز المقابلة كانت قصيرة ولكن تعلمت منها كثير. تعلمت شو معنى انه الواحد ما ينهزم، ما يوقف، وما يحكي لا لأي ظرف بغض النظر شو كان. الأردن هي بلدك الثاني، نورت، وإن شاء الله تستمتع بكل ساعة بتقضيها معنا هون بالأردن، وشكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا، thank you for welcoming me here. شكرا لاستضافتكم إلنا. ايش الكلمة اللي تعلمناها؟ What word did we learn؟ يلا. 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 اوكي.